جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. خاتتين سامحني كان قطعت لك افكارك، لكن احنا نسمعوا برشا كلام المواطنين يقول لك مثلا عارفين ما تصبش عليه سي اس اس، الشركات تخدم في النوار تخدم ناس هذا عنده تاثير على العسل اللي حصل. اسمعني كان هذوما الاسباب هما مش ياسر بالاساس اربعه ولا خمسه باش يتبعونا نقولوها. اما هذا الجواب باش نجاوبك عليه في واحده منهم. شوف اذا كان باش نحصروا من غير ما نكثروا جزئيات على الناس، علاش الصناديق نتاع الضمان الاجتماعي وبالخصوص انظمه يعني التقاعد هي في ازمه كبيره ياسر من الناحيه الماليه. ايش معناها؟ معناها المصروف اكثر ياسر من المقبول، هذا هو ايش معناه. وهاك من يجي العجز معاك. الاسباب كما قلت لك نقولوا خمسه معناها اسباب. نذكرهم بسرعه وبعد كان تحب تزيد توضح للناس. نذكرهم بسرعه ونعملوا لهم حلقه خاصه ان شاء الله. الاولاني هو واهمهم هو ما يسمى بتراجع المؤشر الديموغرافي. شو معناها هذا؟ خلينا نوضح للناس. المؤشر الديموغرافي هذا كلام المختصين راه هو ثم مؤشر يستعمل باش يوري فين متجه النظام نظام التقاعد. يعني هو وقت انت تعمل معناها تقسم عدد المنخرطين الناشطين يعني اللي هما يساهموا معناها في الصندوق وبالاشتراكات، وهذاك اهم مورد للصناديق اللي هو الاشتراكات، واللي يتمتعوا ب يعني جرايات معناها التقاعد، واللي يتمتعوا بجرايات التقاعد مش كلمة قاعدي والارامل نتاعهم زاد الارامل يعني وقت اللي هم يتوفاوا تقعد الزوجه ولا الزوج يعني اللي معناها كذا والايتام. هو كي تقسم عدد المنخرطين يعني الناشطين اللي هم يشاركوا ويوفروا في السيوله للصناديق تقسم على العدد متقاعدين بما فيهم يعني الارامل. هذا هو اللي نسميه المؤشر الديموغرافي. المؤشر هذا صحيح وقت تشوف المعطيات حقيقه شيء مزعج ويعني مقلق للغايه. علاش؟ كي ناخذوا الاوج نتاع الصناديق في فرهيتهم اللي هو الثمانينات كانوا هاد ناخذوا عام 1980 نشوفوا قداش كان المؤشر. كان ما يقارب 16. اش معناها هي؟ اش معناها؟ معناها على كل واحد يتمتع بجرايه فما 16 يخدموا. معناها هكا علاش تبدا متفرهد الحسبه؟ معلش نو اليوم قداش 2014 وقت تقول اليوم اخر رقم عندنا هو 2014 2.9 مالش نوع بحيث مش واحدة توا زاد هو اللي يسمع فينا يقول وعلاش ولا هكاك برشا اسباب. فهمتني؟ هذوما نرجع لهم مرة أخرى. ما يسالش أما لا باش نجاوبك أنت عليك اللي قلت أي باهي ما يسالش نرجع لهم مرة أخرى. الحاجة الثانية اللي تسبب زاد في الشيء هذايا والوضعية هذه هذوما نقول راهي أسباب هي كلير هو ومعالجتها مش سهلة بالكل طبعا كان تحب زيد وانا اسالني بعد ما نسالش. هو تمطط ما يسمى الامل في الحياه. ايش معناها؟ معناها التطعيم بالجرايه اللي هم كلهم شيوخ بعد 60 فوق ما هيك. قبل كانوا هنا عويم عويمين ثلاثه ويقصد ربي. اليوم ولا الامل في الحياه الحمد لله. طبعا الحمد لله. تو ريت كيفاش الامور نتاع الحياه راهي ونتاع السياسه ما هيش بالسهوله نتصوروا. توا هذه في المساله هذه الحمد لله ومش الحمد لله. طبيعي الحال. لا الحمد لله على كل شيء. يا ودي الحمد لله على كل شيء. لك انت هذاك اللي تهبل عليا الناس. يا ودي لك انت قاعد قدام الميكروفون وقاعد يعني كان لك انت انا هاني وريتك. طبيعي الحال احنا نفرحوا ياسر كي الناس تولي تعيش خير وتعيش اكثر. طبيعي الحال لكن اللي يفوت العمر لكن يلزمها كلفه والكلفه هذه هي ورا انه الصناديق تبعش على الدوله. ايش يقولوا له انت تسكت سيارك راجل وليت تعالى ولا ايش قول تحب انا نقول لك شنو هي الاسباب. حاجه الحاجه يقول لك ربي طال في عمرك. اي والاخر يقول لك ربي زيد في فلوسي. معناها كل واحد كيفاش يرى. الثالثه قبل الاخيره هو هذه قالها اللي كنت الحقيقه ما نعرفهاش مليح نعرفها اما مش فهمها بالصوره اي بالتفاصيل. اي هو ما سماه السيد رئيس المدير العام وانا موافقه ولو نسبيا يعني هو طريقه تحيين الجرايات. ايه خاطر الجرايات كيما الاجور
تبدل معناها خدمة كاش مبشر وكذا له يزمو ديما تعمل له تأهيل. أما شنو المشكل هو أنه التهين يصير على أساس الزيادة في الأجر، النسبة متاع الزيادة في الأجر الأدنى، يعني زادت 5% في الأجر الأدنى، المنحة تزيد 5%. كيف كيف تزيد؟ وش يقول هو رئيس المدير العام؟ هذا معطيته هو، يقول كل دينار يزيد في الأجر الأدنى، لا في الأجر الأدنى، كل دينار يزيد في الأجر الأدنى تنتج عليه كلفة إضافية للصندوق، معنى قطريز بجديد كذا ما يقارب 6 مليون دينار. وانا عملت الحساب بالنسبة للفترة هذه متاع سميتها انت الثورة واللي نسمها كما قال بعض المواطنين، يعني مازلت في كلامي له انت ممكن تسميها انتفاضة. من انتفاضة الثورة قداش منها يعني تكلفت هذه يعني الصندوق ما يقارب الزيادات ما يقارب 850 مليون دينار ايوه في الخمس سنوات نتاع اي ما شنو هو كيما شنو هو كيما شي في عقلك هكاك ها هو سيدي تقول كي نزيدوا في الاجر الادنى الحمد لله اما هي هي شي انعكاسات اخرى طوريد مصعب الاقتصاد لا مش مصعب الاقتصاد معناتها حاسك قريب تقول للناس هي كل حد ما قلت حتى شيء ما قلت حتى شيء طلبني في سؤال جاوبت واضح قلت لي علاش مخيه هكاك اي قلت لي علاش هكاك قلت لك على الاسباب السبب الاخير لا سبب قبل الاخير ما بداش تاكل فيها ماك لا والله انت قلت قبل الاخير اي باهي ما نساش عندك التفاقم الاشتراكات الغير مستخلصة وهذا قلناه وهو يقدر السيد رئيس المدير العام بما يقارب مش لعب جدا الاشتراكات المستخلصة لأسباب أخرى ماش عندنا في الأسباب 4 مليار دينار وش يقول هو هذا حاجة تزيد تتعقد يقول اثنين ممكن استرجعوه ممكن بطريقة أخرى واثنين بشاور واحد تعزي فيهم ما عادش ما هذا ضعوا ضعف سرتو مع امكانيه ان الناس تعاود تعمل اشتراكات رغم انها مش هو 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 الوزن هذا ما يجيش من الناس خاطر الناس باللي هو اشتراكاتهم ماهيش شركات صحيح وشركات مهمه زاد وكبيره وممكن فما شركات كبيره اللي عندها مده ما عادش لازم ياخذ فيها اجراء الاخير اللي سالتني عليه بكري هو النوار سو لا فما النوار النوار هذاك يدخل في القبناه الاولى ترجمه معناها فما ناس ما تشاركش اصلا برشا راهو وبرشا راهو وعلاش هذا ولا برشا علاش لانه القطاع غير منظم هو بيدو ولا برشا والاغلبيه اللي ما يساهموش هما في القطاع غير منظم فهمتني اما فما حاجه قديمه ما جديده هذه معناها يعني من زمان تخلق الواحد وممكن ماشي ولدي هو سوء التصريح ديكلاراسيون سوء ينقص يعني كما يقولوا هو يصور في 1000 دينار يتفق هو عارف ولا هو النقابة ساعة ولا يعني انت وكيفاش فهمتني يصرح ب 500 دينار برك اللي صاوب في 500 يصرح ب 300 دينار برك وهذه بطبيعة الحال هو بالمضرب ما لا هاك هي ها ريت قداش ها وندي بيدك توريك شو الامور قداش معقده هو ماشي في عقله عمل لفار كي عمل لكاكا معناها يعني صراحه وهذا باش ياثر بطبيعة الحال على السيوله نتاع الصناديق هو قدام الريتريت خالد اليوم باش ياثر بصوره سلبيه على السيوله لكن ينسى اللي هو وقت اللي يوصل للريتريت باش يلقى روحه في وضعيه غير معناها يعني مستحبة بالكل بالكل لأنه الجيران نتاعه تكون ضعيفة جدا بالنسبة لكلفة الحياة وكذا. أنا نعرف اللي الموضوع معقد ويلزم معقد بصورة كبيرة باش نحكيو زادة خاصة على الصندي اللي هو شنو الحلول شنو المخرج أما مش اليوم ربما الأسبوع أنا الجيران. أنا رأيي معناها الثلاثة صناديق لأنه علاش بكري قلت لك كل واحد فيه مشاكل وأدات إلى الوضعية هذه الصعبة لكن مش نفس الأسباب ولذا أن ثلاثة صناديق اللي هي الحاجة السنساس والسنربياس والكنام كل واحدة نخصوا لها يعني ونجيبوا زادها للذكر الناس اللي يمارسوا خاطر فما أشياء الواحد ينجم يعرفها وفما أشياء منها يعني نجمة تغيب عليه سيفري به واضح وما رأيتوا نقعدوا الناس بحلقة خاصة نحكيوا على إمكانية الحلول ولكن في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم باش نحكي وزاد على موضوع مهم جدا ألا وهو الميزان التجاري قبل وجزء بعد الفاصل أما نحبنا نسمعك إكستري من الغنية اللي باش نهدي لك فخر البرنامج أنا مستانس نهدي لك غنية كل نهار إيه كثر خيرك هذه اللي باش نسمعوها كان خليت لنا وقت آخر البرنامج اسمع معي راح داكشي فكرة أنا زي فخر
حبك هذا معناتها باز من غير ما نسالك شكون باش تهديها باش تهديها المدامه. ايه ديريكت هذه المدام قصيم الدماسي. طبعا لكني انت زاد هي في ديل بني مش بوليتيكال حاليا. ممكن كيفاش تعلمت وليت تحل الشاهية مليح انت بالروايع والله بجد يعني نتكلم بجد معناها حقيقة الروعة. وردة الجزائرية. وردة ما عندكش فكرة. وردة الحقيقة خساره كبيره 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 وكل واحد بشي جاي هكا هو الله يرحمها كي طول في عمرها زادت لكن على كل حال على كل حال خلات التراث ما تنساش على كل حال الله يرحمها راجعين بعد دليل مصدق ورانا كي نقولوا شكرا دليل مصدق هذه ملاحظه للواحد من المواطنين اللي سجلنا على ريبوندور ومش معناه متبنين موقفها شكرا من باب الاحترام كما نشكروه هو على الكلام نتاعو كما نشكر الناس اللي ديما يسجلوا على 73 24 3000 ولكن يبقى الكلام على مسؤوليه من يقول لا اكثر ولا اقل. حسين الدماسي باش نحكيو على عجز الصناديق الاجتماعيه والحلول الممكنه اليوم في الجزء الاول من برنامجنا. مرحبا بك من جديد وبيك يعيش. دونك كثر الكلام وفي الاخر تصريحات متضاربه وتصريحات ربما خطيره لبعض الرؤساء المديرين العامين لهذه الصناديق والوضعيه يبدو انها كارثيه. انا اهم حاجه احتفظت بها في التعليق نتاع الوقت المصدر الا جابت له كل صحيح وهي ماش مسؤوله حتى في شيء لانه حاجه برك حاجه برك ممكن طبعا نعدلها شويه لكن جمله ذكروا انا ساعه ما نجم كان نشكرها كيف هي معناها يعني تعطي اهميه للشيء هذايا وتطرح القضيه هذه بالحظ اللي يلزمها تاخذه في الاعلام تاعنا. واللي عجبني اكثر هو انه قالت هالقضيه هذه اللي حقيقه من القضايا الأولوية مش أولوية مطلقة أصلاً هذه راهو شبيك راهو يا سي زهير صديق الضمان الاجتماعي اللي قاعدين يعيشوا منها اليوم مباشرة في تونس ما لا يقل عن 800,000 وقول 800,000 مش عبيد عائلة 800,000 عائلة اي يا عمي مش شوية حيث وقت لا يختل توازن الصناديق هذه طبيعة الحال هو تحدي بل خطر على توازن المجتمع ككل. ولذا هي الأخت الصحفية كي تقول تلوم شوية على السياسيين أنه ما يتحثوش على قضايا كما هكاك اللي هي تهم الناس وتهم الشعب في خبزته زادة ما أقول هو المواطن التونسي يهمه كان خبزته مش صحيح هو الكلام هذا أما على فرض صحيح إيه هذا خبزته يا أخي توا الجرايد نتاع التوقعات شنيا كما هي خبزته روتريت وجزء كبير من الناس اللي يتمتعوا بالجرايد اليوم وغدوة موردهم الوحيد هو هذاك ما عندهمش منامل حيث كي تتعب وما ياخذها كان اللي في عمر معين بطبع. بمعنى انه بطبع. في عمر الامراض بطبع. في عمر انه ما عاد ينجم يخدم خدمه بطبع. اخرى يعني دونك هو محتاج بطبع. على كل حال شوف سي زهير اليوم باش نكون الامور واضحه ما نكثروش على الاخوه المستمعين والمجتمعات ما نكثروش عليهم خاطر ما كانش يتولي معناها الامور تلتبس عليهم وما عادش يتبعوا اليوم باش نتحدثوا بدقه على حاجه اساسيه أو الساعة باش نتحدثوا على نظام التقاعد مش كل ما يخص صناديق النظام الاجتماعي حتى صناديق النظام الاجتماعي مش كان تقاعد ومرض وأطفال ويعني احنا باش نتحدثوا على التقاعد من صناديق التقاعد وباش نتحدثوا إلا على صندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنسس. اللي الناس يعرفوه أكثر كما قلت سيادتك سينسيس على خاطر القضايا والمشاكل نتاع الصناديق الأخرى سنربياس والكنام في نفس المشكلة من ناحية التوازن المالية يعني قسيو من عجز مخيف مخيف أطن جيبوهم تاع الكنام بحضينا يمكن الأسبوع الجاي نعم لكن علاش احنا باش اليوم مش نتحدثوا كما سنساس لأنه الأسباب نتاع هذا تختلف ماهاش كيف تو مثلا سنربياس النظام التقاعد نتاعها يشكو زادا من عجز كبيره ولكن مش نفس الاسباب اللي خلات السنساس يشكي منها. بالنسبه للسنساس علاش نظام التقاعد اليوم في حاله رديئه ورديئه جدا من الناحيه الماليه والاخ الرئيس المدير العام يصرح يعني على الوضعيه الماليه الاسبوع الفارط نتاع السنساس
هو عطاء الوضع الكامل الشامل يعني بتاع سنة أساس. لكن كل ما قاله يرجع بالخصوص على نظام التقاعد. ولذلك علاش احنا مش تترك عن نظام التقاعد؟ علاش بدات بشوية بشوية تتعب الحالة متاع نظام التقاعد؟ هو قبل ما تجاوبني على السؤال هذا سمحني كالناس تعليق. فلا تفضل تفضل. لا تفضل. السؤال اللي يطرحه المواطن اللي في عمر الرتريت واللي قابل انه غدوة يدخل الرتريت هو هل ممكن انه نوصل الى مرحلة انه تعجز الصناديق على دفع هل التقاعد هذا بمعنى يجي نهار نمشي ناخذ رتريت كله لا عندناش راهو فلوس يمكن وقتاش يمكن وقت الحجم ما تو نشوفوه نتاع العجز يكبر لدرجة انه معناها يولي ثقيل ياسر واذا كان الميزانية بتاع الدولة تولي ما عادش قادرة باش تنجم تعوض للصندوق هالعجز هذا. خاطر هو اذا كان هي عجزت وعزت وتراكم العجز بشكل كبير المرجع الوحيد شنو هو ما يسمى بالخزينه نتاع الدوله. اذا كان الخزينه لاسباب كنا نحكيوا فيها قبل على الميزانيه نتاع الدوله يعني هي بيدها ما عادش عندها فايض باش تحطه في الخزينه فهمتني يعني خاطر الخزينه شنو هي الخزينه شنو هي الفوايض نتاع كل ميزانيه يتحطوا غادي ويستعملوهم وقت الحاجه يعني وقت تجي حاجات استثنائيه ولا حاجات هامه يعني بحيث اذا كان الميزانيه نتاع الدوله بيدها هي في مشكل فانا في ازمه يجي نهار وانه الشيء الموجود في الخزينه ما عادش يكفي باش تعطي للمؤسسات العموميه اللي معناها يعني تشكو من عجز حيث ممكن بالخير ممكن اي باش بالخير انا ايش حابب نقول لك نقول لك الحقيقه ولا نكذب عليك ايش حابب نقول لك اسمح لي نقاطعك شويه سي حسين لانه كان عندنا وعد من الرئيس المدير العام للسوناد اي قلت لي سمعتك بكري باهي خلينا نستعرض عليه لانه كان في اجتماع مع جوهرة FM الدنيا وما فيها